مساك الله بالخير يا الربع. مساك الله بالنور يا ابو ضحيه. ارحب. ايه يا رجال ايه. اتقلب مساك الله بالنور. يلا اصبر يا ابو ذكي راسك بتطلع برايك. مساك الله بالنور. مساك الله بالنور. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. وشنو؟ قولوا لا اله الا الله. الله يجمعنا في جنته. بلا سابق حساب ولا عذاب. آمين. أنا قلت مساك الله بالخير بلشت. يا الربع اليوم بيطلعون خيانة من إبراهيم. أعطني موضوع. ما نبدأ مع هادي. يسلم يا هادي عندك كلمة بمناسبة. الله يستر عليك ظهورك. بيروح. أنا عندي كلمة. أنا اللي بيطلع لها علي اللي برس. يا عيال كل واحد يعطينا كلمة. واحد البيرح. توصف شعورك. ايه الحين ظهرت لنا سوا عندي اللهم لك الحمد مع اني والله اني فيه جمهور برا ما يبيني اطلع وان شاء الله اني بجي قد الهقوه لا انا ولا اخوي انا بنرجع باذن الله ان شاء الله سعود وش تراني ماني بطالع والله يا ابو هاب بالربع احسبها باللي تحسبها طلع ماني بطالع برجع انا وانت سعود وسعود الحشا عندك المايك اجلس زين الله اني قد علمت اي رسمي فسحه احنا اني اتحاكى خلاص يا محمد صح اطيب عليك طبعا انا اقول سواء بقيت هذه خيره وان طلعت خيره اما الفراق ما بها فراق كان بفرق وجيهكم اهم اشكرك صراحه جزاك خير استاذ معجب القحطاني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد سوا لا خلاص نرجع عنونا أما بعد فلن تخرجون من قلوبنا ولن خرجتم البرنامج فتبقون هنا ما قدر رشيد لكلهم للجميع والله بكل حب لا بكل حب هذه حقت زياد أقول اللي بيطلع والله نحن بنفقده ولكن والله أني أتمنى الكل ما يطلع ويرجعون يعني إن شاء الله 10% ولا 20% ذا النسبة اللي قالها سعود ناتم ويرجعون لنا السبعة كله أستاذ عبد الرحمن العزيز هذا الليلة واضح عليه الاتفاق حاول تعديها هيا تعدي مبسوطين وش اللي يريد فراس لا حساس إن شاء الله شهر جديد ممتاز شوف يا طامر السامة طبعا كلمة أقولها للرجال اللي طالع اليوم حلو أقول يا طامر السامة خير لك يا رجال وتفتك والله من الإزعاج وتفتك من الناس اللي ما تخليك تنام وتفتك من الناس اللي تبلش يسعد مدينك ايوه يا وبتاخذ جوالك وبتهلها قول بتهرب لي جوال عادي قلها وتزبطنا بجوال وتزبطنا بالله والله تزبطنا بالله بانت النوان ايوه اخويا كب عشاهم تفضل بعد الوقيس قول والله الصراحه فراق كل واحد منكم موجع وراني هذيكم صوت خلني يصير الموضوع جدي والله ما قلت والله اني صاد شن هي والله انفرق الرياضي اسكبس لما ابو دنا ابو علي ابو اشو نقلتها بغيت اجيب العيد اشو راح احسبتك لك خصم فكن يلا ولكن اسال الله كان فيها ان يبقيهم معنا في هذه القناه وان كان فيها شر لاحد المتسابقين فان الله يجعل ربي ياخذه ويعوضها شيء احسن منها ان شاء الله طالب الطب دكتور و ف... اليوم انت ما خلصت ما خلصت مثلا ما نحسب الله كل اللي بيطلعوا يا محمد زين واللي بيطلعون يا الربع ما قلنا فضفض يا ابو ممكن تسكت انت وياه قمعوه يا عيال ساكتين وانا كذا يا اوكي فاللي بيطلع ترى عشاء ان شاء الله بكره عندنا في المكان ده ولا على هلا التمر تم وهذا وجهي دخلت اصلا عشان كذا انا ضبط وقت ابو موسى تعال لازم الرجل تنحاش اجلس اسمه قام ما ادري زين تقول معلش هذا الربع قصه في قصه لا اللي بيطلع السبعه فاحنا طالب اقول خلني اقول اجلس طالب الطب عشان كله اسرع احنا عصب كف
اللي بيطلع بينفعنا برا، واللي احنا داخل احنا دونه وباسمه، وان شاء الله ان شاء الله ان ما نتونى عنه. هذا انا او سلامتكم. الله يسلمك. ابشروا برا ابو احنا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. ها ابو حنيف حاب اقول اللي بيطلع الله يستر على جدتي. يعني الله يستر عليه. طيب واذا بقى مرحبا الله يعين عليه. ان جاء له حب وراه له حبه. اسمي هادي لو طلع لم تحزن يمكن يلحق حزن، ولكن الدنيا ما انت بتموت بتروح الهلك. هذه ربا عشان الكويت. لا 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 الا هادي. الله يرضى الكويت وعمرك. الله يرحم والديك. لا 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 والله اني بطويل المستقل وافع النزيعه لعلو. صالح اطلع النبي اسلم اسلم اسلم. اول شيء يقولوا لا اله الا الله. انا لازم اقمع. انطلعنا خلاص خلاص. اول شيء كان احنا اللي من الطالعين من الصبح السبعه يكفي في بركات من ذا البرنامج معرفه ان مثلكم وشراكم. هذه الاولى. الثانيه هذه ربي كاتبه سواء لي ولا المسفر ولا سعود ولا الربع الباقي. لا الامور زينه. هذا ربي كاتبه. وما سمعت له فرصه هنا لها فرصة أكثر وأكثر وأكثر. العمر الخير برا وربي يرزقك لو إنك وين ما كنت. أقسم بالله الله يرحم والديك. والله يكتب اللي فيه خير. أنا في جروب ده إن شاء الله. والله يوفقنا وياكم بالتوفيق الطيب. إن كانها خير فاجعلني موجود، كانها شر طلع. الحمد لله والحمد لله على كل حال. يا رجل حزني والله كلامي يا رجال. والله اثر فيني. يقول خليك ايجابي تكفى. وقع في النفس والله اثر حبيبي. انا عارف شلون اقلب الموزه. والله اقلب الموزه. عادي اقول كلامي مره ثانيه. السلام عليكم يا ربعنا. والله العظيم ان هذه اللحظات هي لحظات يعني لا تشترى لا بمال ولا بحال ولا بوقت ولا باي امر. لحظات الفراق اي لحظات الفراق شديدة جدا، وخاصة إن كانت من طيبين شرواكم وأنتم خيرة من أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وأملي ورجائي بأن يكون هذا الخروج هو بداية ودخول إلى عالم الإبداع والتألق. فإن كانت الليلة هي ليلة الفراق تأكدوا بأنها ليلة وداع فقط، ولقاءنا قريب بإذن الله. وشكرا على كل أمر، وأتمنى أن تكونوا يا أصدقائي المقربين لي أن تكونوا جروبات دعم لي كل مبدع موجود بعد ما تطلعون. والله يوفقكم ويستر عليكم ونشوفكم على خير بإذن الله في لحظات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحلقون في سماء الإبداع. أبو نايف كان من المغادرين. أبو نايف الله يوفقكم. ها كلا ولا لا يا سيد يا هلا يلا حي تعال مكاني. والله ما ترك البيت لاجل يرجع للبيت يا ابو جابر. كان عنده شيء والله. ابو جابر كان عنده شيء. هذا الليل يا غالي ابو جابر عنده شيء. هلا والله قطوك الرب. من لاني باخذ مخدة وانا فرحان لاني باخذ بطانيته. انا سرير والله اني ناوي على المخده من الصباح. اول شيء اول شيء يا عيال اسلم اسلم ابو عبيد. اول شيء يا ريدين ادعوا يطلعون اثنين امين طفرين وسلام امين وبطانيات صح ولا ما بصحيح؟ صحيح. الاثنين ذول بيطلعون يروحون لهلا. الله ما رايحين عند ايه هم رايحين للقبر ومصيرهم بيموتون. لا 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 اسمع يا ري عسى يطول بعمارهم. يا سلام اي والله مصيرهم قابلين فالله يسر عليها. من منكم بيطلع يا ري جديد؟ ان شاء الله الباب فاتح. انا اتبرع انت يا ابو انت لازم بيك شوي بس.
لا نهايه الشهر مسرع مسرع بيت مسرع لما السياره مره لين نطلع الربع الربع وصاتي وصاتي كاني طلعت ولا ها لا ما عليك براي هسلم طلعت ولا ها ولا ها ها مسفر ترى نتبرع له بمخادتي وبطنيتي وفراشي الله يبيض وجهه هذا الكلام الصحيح هذا اللي تبكي عليه هذا اللي تبكي عليه يا ريدي لين ويش تبرع بمسادة بطنية وكرسية ان شاء الله انا اذا طلعت برايل اعطي مخادتي وبطنيتي وشاش فيه لا اخس واحد عطنا مشكلة عيني عزاز تطلع انت تطلع انت من الستة اقصد من الستة عطنا مشكلة يا مسفر يا مسفر وش مشكلة عيني الحمرة ايه كيف حمرت عينك لو انتفخت؟ هي باقي حمراء؟ اكيد انه في سبب. انا اوريدي والله نذكر اعطيني سبب. اي اعطاني اقول شيء ثاني. مكثر شطه؟ اصبر. احيانا فيها عقل احيانا دقيقه اسمع انا اتكلم يا محمد. من العرك او حشره لا سمح الله. او يجب ان يبقى خالي بالذكرى ايوه هذا خلف الباب الجالس خلف الباب اسلام الله على والله والله مؤدب والله حكري والله عرك عرك حساسيه قصدي الغبار الثالث والرابع قلنا ما يصير يصير تتقبله ما توقعت والله يوم حلا ومنها عليهم فعلا ممكن الغبار الغبار اللي هو الشجر لا لا السبب الثالث السبب الثالث رسمي ما لقى احد ايش حالك مننا عساك طيب ما جو اسمعك يا اخي تدعي نفسك خلاص صباح الخير ايش حالك اسمعك يا اخي بنات المغرب بنات المغرب اليوم كم اللي بيطلعون اليوم اصبح اللي بيطلعون والله الربع انا والله انسان حساس ومن الممكن اول واحد تعني فداش على ما قال بس ان كان الله يحفظ الله يحفظه ويستر عليه ونكمل ان شاء الله مسيرة لكن يصور هذه باقي صباح الخير اتحاكى انا اتحاكى اتحاكى عرف ذاك يقول صباح الخير ايش حالك اتحاكى اعطى الكلمه لاني تعبت ممكن تسكت ممكن. اول شيء الله يهديكم الله يهديكم ترى ما تدري حتى اللي خلف الباب يدور الزلمه يمكن اللي طلع ذا البرايم انه يرجع من التصويت لا تسبقون لحد وترى صدق يعني اذا الواحد استمر هنا رزقه واذا ما استمر في هذا الشيء المقسوم له العدل المده ذي من الله سبحانه هذا اللي بتفيده ابو والله غايب فوق صدري حزن ما ادري شو